طيب كلمة سرت في الروح، كلمة برضو اتقالت على القديس يعني هو قالها عن نفسه ان انا سرت في الروح، تدينا اكيد في حالة روحية معينة يقصدها اللي بيها سرت في الروح. ما هو الروح القدس ما مالينا وموجود فينا طول الوقت، بس الكلمة دي اكيد مقصود بيها درجة روحية معينة. بلا شك. الحقيقة في رؤية واحد يقول كنت في الروح، وبعدين بعديها بشوية في رؤية أربعة يقول صرت في الروح، وبعديها بشوية يقول في رؤية 17 مضى بي الروح، وفي رؤية 21 يقول ذهب بي الروح. ايه ده يا رب؟ ده تاري الحكاية طاقات جديدة. كلمة كنت في الروح ده مستوى، وفي مستوى أعلى منه، والمستوى الأعلى منه أني صرت في الروح. لعل دي درجات روحية، طاقات روحية ربنا بيديها لماري يوحنا. عطاله الطاقة الأولى استطاع أن يرى السماء، عطاله الطاقة الثانية استطاع أن يرى العرش، عطاله الطاقة الأكبر استطاع أن يتعامل مع ربنا وجها لوجه ويتكلم معه ويتعامل معه. في الأول كان بيتعامل مع السماويات، دلوقتي بيتعامل مع الله ذاته في ملكوت السماوات. علشان كده دي طاقات روحية متدرجة. طيب عايزين ندخل على المشهد العظيم بتاع عرش السيد المسيح في السماء، ووصفه وذكره. يعني سفر الرؤيا وصفه وقال بالنص كده في الآية: الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح، حول العرش في المنظر شبه الزمرد. الأول عايز أسأل قدسك، يعني إحنا في الآية شايفين كلها كلام عقيق، قوس قزح، المنظر شبه الزمرد، كلها كلام مادي. فأنا بتساءل الأول قبل ما أعرف إيه معاني الكلمات دي، هو ليه اهتم بذكر أمور مادية على حاجة روحية؟ أو كلمة العرش دي، هو ما فيش كرسي أو ما فيش عرش بالمعنى الرمزي، سوري، بالمعنى الحرفي اللي احنا نعرفه، ما فيش عرش كده مادي، فليه اهتم بذكر وصف مادي لأمر روحي؟ ده كلام صحيح. في القديسين قالوا تعبير: لو كنت خالي من المادة لكان الله يعطيك الروحانية بلا مادة، ولكن وأنت لابس للجسد المادي لابد أن ربنا بيدينا المعنى الروحي اللي تتعامل مع الروح بلغة مادية يتعامل معها الذهن المادي والجسد المادي. بمعنى أن ماري يوحنا ما يقدرش يشوف الله بصورة حقيقية كاملة وهو لسه في الجسد. قال الكتاب: لا يستطيع الإنسان أن يراني ويعيش. لكن تعالى كده نشوف برضو الآيات اللي بيقولها الكتاب المقدس: إذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. يعني ماري يوحنا بص كده وإيه قال؟ وعلى العرش، عايز يقول ما لقيش كلمة يقولها، فراح قال جالس. وبعدين بقى هيفسر كلمة جالس، بص كده علشان يقول يوصفه ازاي. لقي الحكاية ان هو ايه؟ حجر اليشب. حجر اليشب ده، دي احجار كريمة تعكس اضواء معينة. فحجر اليشب حجر شفاف يعكس النور الابيض الشفاف، والعقيق يعكس النور الاحمر، وقوس قزح هو تحليل للسبع ألوان الطيف فوق العرش. يعني اللي حصل إن هو شاف نور أبيض ونور أحمر وفوقيهم أنوار. إيه يا رب ده؟ ما أنا مش قادر أوصفه غير الموصوف الذي لا ينطق به. يعني مش قادر، لكن أنا شايف إيه؟ شايف أنوار. وفعلا ربنا كده، الله هو النور وساكن في نور لا يدنى منه. ولكن هنا معاني. يعني ايه معاني؟ اليشب النور الابيض او الشفاف، وده النور الابيض ومعاه ويدل على طهارة القداسة بتاعت الله،
والعقيق النور الأحمر، وده رمز للدم، وده اللي قاله سليمان الحكيم بالروح القدس: الحبيبي أبيض وأحمر. علشان كده ليه؟ لأنه هو بيوصف الله باللون الأبيض والأحمر، ولعل ده جسد ودم. ما هو الجسد عبارة عن دقيق، والدم هو اللون الأحمر. علشان كده المسيح الجالس على العرش جالس بجسد ودمه، وده اللي فعلا اللي بيحدث. كيف ملك المسيح على البشرية؟ بالصليب، بكسر جسده وسفك دمه. الرب قد ملك على خشبة، اللي هي خشبة الصليب، فصار ملكا على عرش. ونحن كيف يملك المسيح علينا؟ ملك على عرش. لما هذا الملك، لما أخذ جسد المسيح ودمه، يملك جسد، يملك هذا الجسد في جسدي، يتحد، ودم المسيح يجري في دمائي، وحينئذ أتحد بالمسيح فيملك على قلبي وفكري وأعضائي وأتقدس به. أدي كلمة ملك على عرش. علشان كده أدي إيه؟ اليشب والعقيق. لسه كمان برضو بنقول إن اليشب والعقيق ومن فوق قوس قزح، ده سبع ألوان، سبع ألوان الطيف. لكن في النهاية يقول إيه؟ شبه الزمرد، والزمرد لونه أخضر. إيه معنى الكلام ده؟ لعل اليشب يرمز إلى الله الآب القدوس الشفاف الذي لا يستطيع أن يراه الإنسان، ولعل العقيق هو الدم الأحمر الذي يرمز إلى المسيح له المجد الذي سفك دمه، ولعل قوس قزح يرمز إلى الروح القدس بسبع أسراره، العامل في الكنيسة بالسبع أسرار اللي هي سبع ألوان. ولعل الحكاية دي، طب ليه شبه الزمرد؟ أصل الزمرد اللون الأخضر، واللون الأخضر ده رمز للحياة والنمو. ومن هنا الكنيسة تنمو، الكنيسة تحيا، والكنيسة تنمو بعمل الروح القدس فيها، بعمل الأسرار السبعة بدم فيها المسيح. وهكذا يصير آدي آدي الإله القدوس الجالس على عرشه بقداسته، بدمه المسفوك، بعمل روحه القدوس. هذا هو الثالوث القدوس الجالس على العرش. قبل ما أسيب الحتة دي عايز أقول حاجة، إن تصوري إن العهد القديم رمز للحكاية دي. شوف يقول إيه؟ إن في التابوت، وكان التابوت يرمز إلى وجود الله وسط شعبه، حلول الله وسط شعبه، ده التجسد. وشوف يقول إيه؟ والتابوت، وكان طبعا مهيب، اللي يلمس التابوت من الممكن يموت، وده اللي حصل فعلا، لا يستطيع أحد أن يلمس التابوت. والتابوت ده ليه غطاء، والعجيب ان الغطاء ده يمثل كرسي الرحمة. يعني التابوت مهيب، هذا هو العدل، من يمسه يموت، والغطاء هو عمل الرحمة، وعلشان كده اسمه كرسي الرحمة، وكأنه قوس قزح. واخد بالك؟ قوس قزح ده اللي شافه نوح اول ما طلع من الفلك. ربنا حط العلامة دي علامة الرحمة. ليه علامة الرحمة؟ لأني الله سوف لا يهلك البشرية مرة ثانية، فوضع قوس قزح وكأنه غطاء التابوت. نحن نشكر الله من أجل تابوته المهيب، ونشكر الله من أجل غطاء تابوته المملوء رحمة. فالله بهيبته يعلمنا كيف نسلك بلا خطية، وبرحمته يعطينا عدم الفشل حتى لو أخطأنا. أمين.
طيب استكمالا لجمال المنظر والمعاني الروحيه الجميله في اللي قدسك قلته في شكل العرش، احنا بنقول كمان في الايات بتقول ان المسيح على العرش وحوله الملائكه والقديسين، وكمان بيخرج من العرش بروق ورعود. ممكن تكون كلمه بروق ورعود يعني وجود الملائكه والقديسين حوالين العرش ماشي منظر معتاد او مفهوم، لكن بروق ورعود تخرج من العرش ايه معناها؟ هو السيد المسيح الجالس على عرشه هو مركز الدائرة، وهنشوف عرشه بعد كده بعديها بشوية يعني. لكن هذا العرش الإلهي اللي هنتكلم عنه بعدين، هذا العرش الإلهي حوله 24 كاهنا، وحول الكهنة يوجد هو قبل كده 4 كاروبيم، ثم 24 كاهنا، ثم ملائكة، ثم قديسين، والمسيح هو مركز الدائرة. وعلشان كده يقول هو في عدد 4 يقول حول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 كاهنا جالسين متسربلين بثياب بيض، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات. ليه يا رب ده كله البروق والرعود والأصوات؟ نعم، للرحمة وقت، للوداعة وقت، وللهيبة وقت. ونحن نريد أننا كلنا لا يتكلم فينا أحد عن الرحمة إلا ويتكلم عن الهيبة. لما بنكلم الناس عن الرحمة فقط، أحيانا الإنسان بيستسهل الخطية، لكن طريقة الكتاب المقدس مش كده. طريقة الكتاب المقدس يتكلم عن الرحمة والعدل، يتكلم عن الهيبة والوداعة. علشان كده إذا كان ربنا بيحيط الكل، بيحيطوا القديسين، بيحيطوا الملائكة، بيحيطوا 24 كاهنا، ومش بس ده، دول قادرين يجلسوا في محضره. مين يا رب يقدر يجلس في محضرك؟ الله ملء الرحمة والحب والوداعة والهدوء، ويتعامل معنا بكل لطف. ولكن لطف الله وصرامته، صرامته من العرش يخرج بروق ورعود. هذا ما رأيناه لما ربنا حل على الجبل. كان فيه برضو ان يدي وصايا ويتعامل مع الانسان ويراه موسى النبي ويضيء وجهه كالشمس، كله ده حلو خالص خالص، لكن بروق ورعود لهيبة الله. نحن نحتاج الى الحاجتين، هيبة الله لأننا نخاف، ينبغي أن نخاف، وينبغي أن نحب. أنا بتهيألي كمان يا تسابونا استكمالا للكلام أن هو بيتكلم عن أن الملائكة والقديسين حوالين العرش بمنتهى البساطة، يعني البروق والرعود دي ما أخفتهمش أو ما بعدتهمش، لكن في نفس الوقت يعني اللي قادر يكون بيحب ربنا وبيتبع وصاياه قادر أن هو يكون قريب من العرش، لكن ده ما يمنعش ان فيه برضو بروق ورعود يعني بتعرف البعيد ان هو يعرف ربنا ويكون ماشي في طريقه المستقيم. طيب كلمة بحر زجاج، بحر زجاج دي يعني كلمة حتى احنا يعني يمكن الاحجار فاهمينها، شكل الاحجار عارفة، لكن بحر زجاج، الزجاج معروف مادته، معروف شكله، يعني ايه بحر زجاج؟ المسيح الجالس على العرش امامه بحر الزجاج. طب وإيه فوق البحر الزجاج ده؟ شوف يقول إيه؟ يقول كده، أمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، وبعد كده يقول إيه؟ هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه بلور. هنا يوجد أيتين، يقول من أمام العرش 7 مصابيح، ويقول برضو مرة تانية قدام العرش. أمام هي قدام. إذن في مستوى، في حاجتين موجودين أمام العرش. العرش هنا وقدامه حاجتين. إيه الحاجتين دول؟
نار، سبع مصابيح نار متقدة، هي سبع أرواح الله. الله ملهوش سبع أرواح، الله ليه روح واحدة، والروح الواحدة لكن ليها سبع أعمال. وعلشان كده هذا هو روح الله القدوس. وكلمة قدام زي كلمة عن يمين، نقول الابن جالس عن اليمين. طبعا ربنا مفيش ربنا مفيش مكان فاضي على يمينه علشان يجلس الابن، إنما كلمة عن يمين دي كلمة معنوية معناها في قوة الآب. برضو قدام مفيش مكان فاضي، علشان كده كلمة قدام معناها موضع العمل والاهتمام. يعني أنا أقول لك الموضوع ده قدامي، يعني أنا بشتغل فيه. فهكذا الله أمامه حاجتين، من تحت بحر زجاج، من فوق سبع أرواح الله النارية. بحر يعني مية، بلور يعني نقاء، يعني بحر طاهر، بحر نقي، بحر مطهر. طيب يعني مية نقية، مية مطهرة. طب وفوق الروح القدس الناري بسبع أرواح الله العامل فيه. طب أخد بقى الحاجتين دول مع بعض، ألقاهم إيه؟ الماء النقي والروح. دي إيه دي؟ المعمودية. علشان كده محدش يقدر يدخل إلى المسيح، محدش يقدر يوصل إلى الملكوت، محدش يقدر يتعامل مع ربنا وجها لوجه إلا من خلال المعمودية. بها نستطيع أن نكون أبناء الله، وبها نتعامل مع الله وندركه ونسمع صوته. أمين. طيب أتابعونا، في سؤال يعني كتير بيجي في بالنا كده عن الأربعة كائنات غير المتجسدين، أو بيقال عليهم الأربعة حيوانات غير المتجسدين، هم مين؟ أحيانا بنتلخبط أو بنقول إن هل هم الأربعة حيوانات بتوع الأربع أناجيل أو يوحنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ولا هل هم طغمات سمائية؟ وليه كلمة حيوانات؟ يعني ليه اللفظ ده اتقال عليهم؟ هي دي مشكلة في اللغة. لو أنا قريت الإنجيل أو سفر الرؤيا باللغة اللي اتكتب بيها هلقاها زونتينوس، وزونتينوس معناها كائن حي. معلش هقول حتة كده جانبية، جت منها كلمة زو اللي جت منها زونتينوس. زونتينوس جت منها الإنجليزي زو، وزو دي مش الحيوانات اللي معناها أنيمال. طب ما في كلمة أنيمال في الإنجليزي؟ لا، زو معناها الكائنات الحية، يدخل فيها النباتات، يدخل فيها الأسماك، يدخل فيها الحيوانات، يدخل فيها الإنسان، يدخل فيها إنسان جاوة وهكذا. إذن فكلمة زونتينوس معناها كائن حي، فالكلمة دي تنطبق على الملائكة كمان لأنها كائنات حية. علشان كده الأربع كائنات حية أو الأربع حيوانات، يبقى الأربع كائنات حية. هل يعني هم أربعة كلمة صحيح؟ كلمة غير دقيقة، يعني كلمة الأربعة حيوانات يعني غير دقيقة. لا ما أقدرش أقول كلمة غير حقيقية، لا غير دقيقة. دقيقة ما أقدرش أقول كده. ليه؟ لأن حتى لغاية دلوقتي علم المنطق يقول إيه؟ الإنسان حيوان عاقل، لكن هو حيوان، حيوان يعني كائن حي، كلمة بس. هو اللغة يعني لما اتكلم باللغة العربية الفصحى كلمة حيوان ما تزعلش، لما اتكلم باللغة البلدي اللي بيستخدموها العامة من الشعب، العامة بقى دخلنا في كلمة ان حيوان معناها حاجة تانية لدرجة انها ممكن تبقى شتيمة مع الناس. دي الاسلوب الدارج للكلمة. زي كلمة امرأة، هل كلمة امرأة دي شتيمة؟ الناس من الممكن تستخدمها شتيمة، لكن امرأة لا، ده امرأة معنى كلمة رائعة، لأنها من امرئ أخذت، يعني طريقة خلقة حواء من امرئ أخذت. وعشان كده العذراء مريم لما المسيح له المجد قال لها كلمة بكل الاحترام، مالي ولك يا امرأة، ما كانش بيقلل من مقامها لا، لكن اللغة البلدي كده.
اللغة الدارجة كده، هو ده اللي بيخلينا نسيء فهم بعض المعاني بعض للآيات. الكلمات. لكن أنا لو خدتها باللغة اليونانية الأصلية أو باللغة العربية الفصحى السليمة هتبقى مظبوطة وهتبقى كويسة خالص. طيب نعود مرة تاني الأربع حيوانات. رقم أربعة ده الأرقام في الكتاب في سفر الرؤيا لها رموز، ورقم أربعة ده كمال المكان، أربعة من مشارق جهات. الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب. علشان كده الأربع حيوانات غير المتجسدين أو الأربع كاروبيم أو الأربع شاروبيم كل ده معناها الطغم، أعلى طغمة سمائية. طب دي معناها أربعة؟ لا ده عدد رمزي ومعناها الطغمة كلها. شايفة احنا بنقول في أحد الزعف الجالس فوق الشاروبين. مش كده؟ اليوم ظهر في أورشليم. بنقول في القداس الجالس فوق العرش الملتهب الكاروبيمي. ايه ده؟ ايه العرش الملتهب الكاروبيمي؟ وأنت نار آكلة كإله. فالعرش الملتهب الكاروبيمي هو أعلى طغمة سمائية، اللي هي الأربع حيوانات غير المتجسدين، اللي هي الأربع كاروبيم. وعلشان كده الكاروب ده أعلى مستوى موجود. ومن هنا لما يجي يقول في وسط العرش وحول العرش، إيه ده بقى؟ يعني خد بالك أدى العرش، حول العرش أدى هو، ووسط العرش أهو. طب يعني إيه؟ يعني العرش هو. فهذا العرش الكاروبيمي اللي المسيح له المجد جالس عليه، الجالس فوق الكاروبيم، العرش الملتهب الكاروبيمي، هذا العرش الإلهي هو ده العرش، هو ده الحيوانات. ودي وصفها ربنا، شوفي إن له ستة أجنحة. هو الأجنحة ما تقاسش بواحد اتنين، تقاس بزوج زوجين ثلاث أزواج. وكلمة زوج يبقى ستة دي معناها ثلاث أزواج، وثلاث أزواج ده عدد الكمال، ومش عدد الكمال وبس، لا، لأن في أعداد كتير اسمها أعداد الكمال. الواحد الكمال المطلق هو الله، الثلاثة الكمال المطلق هو الله اللي هو الثالوث القدوس، الأربعة كمال المكان، الخمسة كمال الألم. فكل كمال مختلف عن التاني. فلما نيجي نقول يعني مش رقم سبعة بس. أيوة، فلما نيجي نقول دي كمال النعمة السبعة، لما نيجي نقول إن ثلاث أزواج من الأجنحة، يعني الأجنحة معروف اللي هو بيطير بيها إلى أعلى. يعني يطير إلى أعلى، يعني يسمو بستة أجنحة، يعني يسمو بثلاث أزواج سموا كاملا كمالا مطلقا. ليه؟ لأن ده العرش الإلهي، عشان كده مرتبطة بالله، وعلشان كده هذه الطغمة السمائية هي أعلى طغمة في السمائيين، وهي دي اللي وصلت إلى أنها تبقى العرش الإلهي في السماء. أما كلمة أما إننا أحنا بعد ما نتكلم نربطها بالبشائر، الحقيقة الكلام اللي بيتقال بغير دقة قوي. يعني ايه؟ اجتهادات. لما نيجي نقول ان مثلا الكاروب اللي على شكل اسد يمثل القديس مرقس الرسول، لا، لما نريد الدقه مش يمثل القديس مرقس الرسول، لا، ده يمثل انجيل القديس مرقس الرسول. ولو قلنا دقه اكتر يمثل المسيح له المجد كما قدمه مرقس في الانجيل الرسول. تمام. إذن الكاروبين دول اللي هم الأربعة، واحد بيقدم المسيح كالأسد الخارج من سبط يهوذا، المسيح في قوته، واحد بيقدم المسيح الذبيح المذبوح من أجل معاصينا اللي هو الثور، واحد بيقدم المسيح المتأنس
اللي هو شبه إنسان. ماري لوقا اللي هو في شبه إنسان، واحد بيقدم المسيح في سمو لاهوته اللي هو النسر، وهكذا. إذن الأربع حيوانات لأنهم العرش الإلهي، علشان كده بيعكسوا لنا صورة الله لكي نفهمها. يعني مجرد انعكاس آه. لمعاني وصورة لمعاني ربنا آه. آه كده. وعمل ربنا. وعمل تمام. ربنا.